أحد أبرز الأسماء في تاريخ رياضة كرة السلة في العالم، وصنف كأفضل الرياضيين بصفة عامة في حقبة الثمانينات والتسعينات، ويعتبر مايكل جوردان قدوة ومثلا أعلى لكل لاعب كرة سلة ناشئ في مختلف دول العالم، وذلك لما حققه من إنجازات غير مسبوقة في عالم كرة السلة، فهو حاصد الجوائز ومحقق الألقاب ومحطم الأرقام القياسية. ويرى أغلب النقاد الرياضيين أن مايكل جوردان سيظل متربعا على عرش كرة السلة لفترة طويلة، وذلك لأن ما حققه من إنجازات جعل من الصعب أن يظهر من يتفوق عليه أو يحقق إنجازات مماثلة لما حققه. في 17 من فبراير عام 1963 ولد نجم كرة السلة مايكل جيفري جوردان، وكان ذلك في ولاية نيويورك الأمريكية. وقد نشأ في كنف أسرة متوسطة الحال منتمية إلى الطبقة العاملة، وقد كان لأبويه 4 أبناء بخلافه، وكان ترتيبه الثالث بين الأبناء 5. منذ صغره أظهر مايكل جوردان شغفا كبيرا بممارسة الرياضة بشكل عام والرياضات الكروية بصفة خاصة، فقد كان بارعا في ممارسة كرة القدم الأمريكية وكرة القاعدة وكرة السلة. بدأ جوردان دراسته الثانوية حيث زاد شغفه بالرياضة، وأراد جوردان الانضمام لفريق الثانوية لكرة السلة، لكن تم رفضه لأنه كان أقصر من باقي زملائه، وكان هذا سببا في توقفه عن ممارسة كرة السلة لعدة أشهر، فقد كان يبلغ من الطول وهو في المرحلة الثانوية 175 سنتيمتر، ولكن في العام التالي كان قد ازداد طوله بمقدار 10 سنتيمترات، وحين عاد إلى الملاعب مرة أخرى عاد بكل قوته بعد أن استغل فترة الصيف في التدريب بشكل مكثف، فتمكن من إبهار الجميع، وكان لأدائه المميز دور كبير في حصوله على منحة عام 1981 من جامعة نورث كارولينا لدراسة الجغرافيا الثقافية، وتخرج منها بشهادة البكالوريوس. بداية مايكل جوردان في عالم المحترفين كانت قوية جدا، ربما هي الأقوى في عالم كرة السلة أو في عالم الرياضة بصفة عامة. فأولى مبارياته في الدوري الأمريكي لكرة السلة مع نادي شيكاغو استطاع أن يسجل 16 نقطة، وهو رقم مرتفع بالنسبة للاعب حديث العهد بعالم الاحتراف، الأمر الذي جذب أنظار النقاد الرياضيين إليه وأثار إعجاب مشجعي الرياضة. وخلال الموسم ذاته استمر مايكل جوردان في التألق، وكان مستوى أدائه يرتقي بكل مباراة يخوضها، وهذه البداية القوية دفعت الجميع للاعتقاد بأن اللاعب الشاب سيكون له مستقبل مشرق. واصل مايكل جوردان تألقه وإبهاره للجماهير في موسمه التالي، والذي حقق فيه معدلات مهارية فاقت ما حققه في الموسم الأول، حتى أنه تساوى مع أسطورة كرة السلة ويلت تشامبرلين بتسجيله 3041 نقطة خلال موسم واحد للدوري، كما كانت إسهاماته في المباريات من الأسباب المباشرة لتحقيق الفوز. فبجانب تسجيل النقاط فهو تصدى ل 131 رمية من الخصم، ولم يتوقف مستوى أداء مايكل جوردان عند هذا الحد، بل استمر في التنامي، ومع كل مباراة يخوضها يثبت للجميع أنه أسطورة صعبة التكرار. وبلغ تألقه ذروته في موسم 1990 حين قاد فريقه إلى المباراة النهائية في بطولة المنطقة الشرقية، وحقق خلال الموسم نفسه أعلى معدلات تسجيله، حيث بلغ 69 نقطة في مباراة واحدة كان منافسه فيها فريق نادي كليفلاند كافاليرز. تعرض والد مايكل جوردان للقتل في عام 1993، وشكل الأمر صدمة شديدة القسوة بالنسبة للاعب الشهير، ففقد رغبته في ممارسة كرة السلة واعتزل حياة الأضواء. وقد أربك قرار جوردان المفاجئ الدوري الأمريكي لكرة السلة بشكل عام، واعتبر الحدث الرياضي الأبرز في هذا العام. وتدخلت قيادات عليا في الولايات المتحدة لإقناع جوردان بالعودة إلى الملاعب والمشاركة مع المنتخب القومي، ولكنه ظل متمسكا بقراره لمدة عام كامل، إلى أن أعلن عودته في أواخر عام 1994، وصاحبت عودته ضجة إعلامية مشابهة للضجة التي صاحبت نبأ اعتزاله. وعاد ليلعب من جديد مع فريق شيكاغو، واستمر معه حتى سنة 2001 حين انتقل للعمل في فريق واشنطن ويزردز كمدير للفريق بعد اعتزال اللعب، لكنه قرر المشاركة في اللعب من جديد وخاض مباريات قليلة بسبب إصابة في الركبة. وبالرغم من أن عمره أصبح 40 سنة، إلا أنه استطاع أن يسجل أكثر من 20 نقطة في 42 مباراة، وسجل أكثر من 30 نقطة في 9 مباريات، وأكثر من 40 نقطة في 3 مباريات،
كما كان أول لاعب كرة سلة يبلغ من العمر 40 سنة يسجل 40 نقطة في مباراة، حيث سجل 43 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على نيوجيرسي نيتس. في عام 2003 لعب جوردن آخر مباراة له ونال وداعاً حاراً من جماهير كرة السلة التي أحبت رجل الأرقام القياسية، الذي حقق لقب أفضل لاعب في النهائيات 6 مرات ولقب أفضل لاعب في الدوري 3 مرات، إضافة لميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد. الزوجة الأولى في حياة مايكل جوردن هي غوانتلا جوردن، والتي استمر زواجه منها قرابة 17 عاماً تقريباً، وأنجبا 3 أبناء، ولكن علاقة الزوجين لم تكن مستقرة، وكثيراً ما أشيعت أخبار خلافاتهما ونيتهما في الانفصال على صفحات الجرائد، ولكن الطلاق لم يتحقق فعلياً إلا في عام 2006، وقد حصلت غوانتلا على مبلغ 168 مليون دولار مقابل تسوية الطلاق، بجانب أن المحكمة قد منحتها حق حضانة الأبناء 3، وتأتي تسوية الطلاق هذه في المرتبة 2 بقائمة أغلى تسويات الطلاق في عالم المشاهير، بعد الممثل ميل جيبسون الذي سدد لزوجته السابقة مبلغ 425 مليون دولار نظير تسوية الطلاق. وفي وقت لاحق أعلن مايكل جوردن عن ارتباطه بسيدة تدعى إيفيت، استمرت علاقته بها مدة 6 أعوام قبل أن يعلنا زواجهما بشكل رسمي. وفي عام 2014 رزق جوردن من إيفيت بابنتيه التوأم إيزابيل وفيكتوريا. حصل مايكل جوردن على العديد من الألقاب الفردية والجوائز والتكريمات الخاصة، من بينها لقب أفضل مدافع بكرة السلة في 9 مواسم، حتى اعتبره نقاد العمود الفقري بالنسبة لمنتخب الولايات المتحدة لكرة السلة خلال الثمانينات والتسعينات. والجدير بالذكر أنه شارك في بعض الأعمال السينمائية، ففي عام 1991 قام بأداء صوت شخصيته المرسومة في كرتون بروسترز مع صديقيه بو جاكسون وواين كريتسكي، ثم في عام 1996 شارك في فيلم سبيس جام فائق الشهرة مع شخصيات لوني تونز الذي يقودهم باكس باني. اختار جوردن المجال الرياضي لاستثمار أمواله ومدخراته، فهو أكبر ملاك نادي تشارلوت هورنتس لكرة السلة، والذي يشارك في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، ويعتبر أغنى شخصية رياضية في التاريخ، فإن ثروته تقدر بحوالي 1 مليار دولار، كما أنه شريك في منظمة Habitat for Humanity التي تعنى بالمشردين والفقراء والحفاظ على البيئة. مايكل جوردن واحد من أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ، وحتى اليوم ما زال بعد اعتزاله اللعب قدوة ومثالا لجميع لاعبي كرة السلة الشباب في العالم.